يسعد صباحكم مشاهدينا، أتمنى لكم بداية صباح حلوة وموفقة. بعدنا ببداية الأسبوع، عندنا فرصة حلوة أن احنا نبلش ببدايات حلوة وموفقة، واليوم راح نقول صباح الخير لعشاق ريال مدريد، مبارك لكم الفوز وتتويجكم يوم أمس بكأس السوبر للمرة الـ 13 في تاريخكم. يعني اليوم دا أشوف وجوه الناس مبتسمة ديما، صحيح ازدحامات ماكو، وهيك الناس كلها مبتهجة وفرحانة. هاي بس مو كلهم ترى، اكو جزء خطية يعني الجزء الآخر يعني ابدا ما مبتسمين وضايجين، بس انه نتمنى لكم بداية صباح حلوة وموفقة مشاهدينا. يسعد صباحك آية، يسعد صباحكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا. نطلع عليكم بحلقة جديدة من برنامج صباحكم على شاشة اليو تي في، واكيد احنا راح نبتدي فقراتنا، ولكن ما اقدر ابتدي اليوم بدون ما نذكر انه يوم امس كان 100 يوم على اهلنا في غزة. احنا يمكن نعدهم 100 يوم، ولكن في غزة كل ثانية وكل دقيقة هي صعبة عليهم، كون انه اكو اشخاص قاعد يكونون اطفال يتامى، اكو امهات واباء قاعد يكونون ملكومين، اضافة الى يمكن حتى الطاقم الطبي ومراسلين، والكل قاعد يعيش اليوم صعب وثقيل عليهم. لذلك احنا اكيد نتمنى في خضم هذه يمكن الاحتفالات ومباريات وكثير من الامور ما ننسى اخواننا في غزة، وخصوصا بعد ما صار في كأس آسيا مثل ما شاهدنا يمكن انه كيف تم منتخب الفلسطيني وهو مدير المنتخب، عفوا كابتن المنتخب، قام بإلقاء يمكن القسم. لذلك احنا لازم نذكر انه احنا دائما مع اهلنا في غزة. مشاهدينا نبتدي فقراتنا وننتقل الى اهم واخر الاخبار من عدكم خبر. مشاهدينا نبدأ أول الأخبار لهذا اليوم من مديرية المرور العامة التي أعلنت عن خطة جديدة لتنظيم حركة المرور في الشارع، مبينة أن حركة السير لا يتم تنظيمها بالوقت ولا بالإشارة الضوئية، وإنما وفق الزخم الموجود وبموجب رصد الكاميرات إلى العدد الموجود للسيارات في الشارع. وأشارت المرور إلى أن آلية العمل لن تكون وفق ما كان في السابق، وفق الثواني أو عكس اتجاه عقارب الساعة، بل ستكون وفق عمق السير الموجود، وهذا هو الناجح في بغداد. كما أوضحت المرور أن رصد الكاميرات الذكية التي نصبت في الشارع لا يزال تجريبيا من دون تثبيت المخالفات. وإلى ذلك أكدت وزارة التجارة عن توفير خزين استراتيجي من الحبوب في سايلوات ومخازن الوزارة بما يؤمن حصة الطحين لعام كامل، فيما أشارت إلى تأمين مفردات السلة الغذائية لمدة 6 أشهر قادمة. وأكد وزير التجارة أثير الغريري أن وزارته تعمل على وضع استراتيجية متكاملة للارتقاء بأساليب الدعم المقدم للمواطنين، مبينا أن أسلوب الدعم العشوائي المطبق منذ أكثر من 3 عقود لا يؤدي إلى الغرض المنشود. أما اقتصاديا، أعلنت لجنة النفط والغاز والطاقة النيابية عن مباحثات مستمرة بين الكتل لتشريع قانون النفط والغاز في مجلس النواب، حيث ما تزال النسخة الأخيرة من القانون لدى الحكومة لإجراء بعض التعديلات عليه وإرساله للبرلمان. وبينت اللجنة أنها ستدرسه جيدا قبل طرحه للتصويت عليه، مضيفة أن هناك بعض النقاط الخلافية لم تتفق عليها الكتل السياسية حول القانون، نافية وجود نية لترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة البرلمانية المقبلة. من جانب آخر، أكد وزير الصحة صالح الحسناوي أن وزارة الصحة لديها خطة موسعة للانطلاق ببرامج صحية عديدة خلال العام الجاري، مؤكدا أهمية الاهتمام بخدمات الرعاية الصحية الأولية وتجهيز الأدوية والتركيز على إجراءات السلامة المهنية ومتابعة مراحل إنجاز المشاريع الصحية. نعم، ولفت الحسناوي إلى أن وزارة الصحة خلال العام الحالي لديها خطة موسعة للانطلاق ببرامج صحية عديدة للنهوض بالواقع الصحي وإعمار وتأهيل وتوسعة المؤسسات الصحية وإكمال المشاريع الصحية قيد الإنجاز.
وأخيرا أعلنت وزارة الزراعة عودة استقرار أسعار بيض المائدة في الأسواق، فيما أوضحت أنها تدخلت في متابعة مشاريع إنتاج البيض من خلال البيع المباشر بأسعار تغطي كلف الإنتاج وبهامش ربح بسيط، وهذا ما سنشاهده من خلال الأيام بعودة الأسعار باتجاه الاستقرار. وأكدت الوزارة دعوة منتجي الدواجن إلى استلام أعلاف الذرة الصفراء بأسعار مدعومة لمشاريعهم، بالإضافة إلى تسهيل جميع الإجراءات المطلوبة لدعم مشاريع إنتاج الثروة الحيوانية وتحديدا مشاريع الدواجن، وذلك لديمومة إنتاجهم من بيض المائدة وأيضا لحم الدجاج التي تكون بأسعارها تغطي كلف الإنتاج، كما تحقق ربحية بسيطة لمنتجي الدواجن. مشاهدين، هذه كانت آخر أخبارنا لليوم بفقرة عدكم خبر. الآن إلى نشرة الطقس في عموم المحافظات. مشاهدينا، ننتقل إلى فقرة المرور ونتابع حركة السير في شوارع العاصمة بغداد. مشاهدينا، للصناعة العراقية باع طويل لم ينتهي رغم المعوقات التي مر بها هذا القطاع المهم، فلا زالت بعض الصناعات فعالة حتى يومنا هذا، ومنها الصناعات الكهربائية والإلكترونية وأجهزة الأطفاء والعديد من الصناعات اللي إحنا تعودنا نسمع عنها وقرينا عنها حتى وإحنا بالمدرسة ديما. صحيح، بعديد من محافظاتنا العراقية كنا إحنا دائما الأول، يعني حتى بالشرق الأوسط إحنا قاعد تتكلمين فعلا، حتى من ناحية المعامل وغيرها. مشاهدينا، تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع في هذا التقرير. حقيقة بعد التطور الصناعي الحاصل في العالم وبالتحديد التطور التكنولوجي، آلت شركتنا إلى أن تواكب هذا التطور وتنافس الشركات العالمية والشركات الرصينة. عندنا عدة أنواع من الكاميرات، الكاميرات العادية اللي هي الكاميرات الفيكسد والدوم والبي تي زد، وعندنا الكاميرات الحرارية اللي هي فادت وزارة الدفاع بشكل عام وفادت وزارة النفط، اللي هي مختصة بمراقبة الشريط الحدودي، المناطق النائية وخطوط نقل الكهرباء وخطوط نقل النفط. احنا عندنا الخط الانتاج الاول، هنا ينتج به كاميرات الاي بي اللي هي عندنا نوعين، البولت والدوم. يتم هنا التجميع والصيانة الخاصة بالمنتجات، تتم عن طريق عدة عمليات. اول ما تبلش من هنا بالخطوة الاولى اللي هي الكفر الخارجي الخاص بالجهاز، بعدها يتم تجميع القطع اللي هي المايكرو تشيبس والمذر بوردز اللي خاصة بالكاميرات، وبعدها تتم في عدة عمليات إلى أن توصل إلى المنتج النهائي ويتم تعبئته بالكامل وإرساله إلى المكان المطلوب. عندنا الفاير ألارم أدريسبل سيستم، شركتنا هي أول شركة أنتجت هذا السيستم في العراق.
منظومات الانذار اللي تتوفر عندنا منظومتين للانذار، النظام التقليدي اللي هو عاده ما يكون بالنظام الزورات اللي يستخدم دائما بغرف F200 وغرف CO2. اما النظام المعنون وهو دائما اللي هسه حاليا بنستخدمه، نظام المعنون يتكون نظام المعنون من لوحه السيطره. في نظام المعنون تتكون من 8 لوبات، من 1 إلى 8 لوبات، اللوب الواحد يتحمل 250 جهاز. هي مختصه حقيقه بالانذار عن الحريق في اي غرفه يصير تحديد، يا طابق يا غرفه، تختلف عن الكونفشنال المنظومات القديمه، انه القديم كان ينطي انذار اكو حريق لكن ما تندل وين الحريق. منظومتنا سيطرت على هذا الشيء بالمواكبه مع منظومه الفاير فيتنج، يتم السيطره على الحريق بشكل كام واخماده. كذلك عندنا البوابات الإلكترونية اللي دخلت أيضاً مجال عمل في وزارة العدل وعدة وزارات أخرى. كذلك عندنا النواظير الليلية الديجيتال، وأيضاً فادت وزارة الدفاع وزارة الداخلية. عندنا الـ UPS الأونلاين والعادي، متواجدة أيضاً ورش الصيانة الخاصة بمنتجاتنا حقيقة، واللي هي تصل إلى صيانة حقيقية، ضمان تبديل وضمان صيانة العفو تصليح. كذلك تكاد تكون شركتنا الوحيدة تنطي هيك ضمان بالعراق، يصل إلى 3 سنوات لبعض الأجهزة. أكو يعني هبوط بالأسعار صار ببعض الأجهزة الإلكترونية في السوق المحلية المستوردة، لأن دخل الإنتاج عراقي موجود وبكفاءة عالية بضمان حقيقي، مو مكاتب أهلية، ومعروف إنه القطاع الحكومي من ينطيك ضمان أنت تقدر تحصله. فإحنا نشجع لهذا الشيء، إنه اقتناء المنتجات العراقية. شكرا علي مروان على هذا التقرير، وصراحه احنا جدا فخورين انه احنا اليوم نشاهد يمكن هذه الصناعات الموجوده، ويمكن حتى كثير فيها غيرها موجود، ولكن احنا ما سعفنا الوقت انه احنا نصور. اكيد نتمنى لهم الموفقيه. مشاهدينا نروح لفاصل اول ونرجع لكم من بعده. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. ساعات قليلة تفصلنا عن لقاء منتخبنا الوطني أمام نظيره الأندونيسي في افتتاح مشواره ببطولة أمم آسيا في الدوحة قطر، حيث ستقام المباراة في الساعة 5:30 بتوقيت بغداد مساء هذا اليوم على استاد أحمد بن علي في قطر، والآمال تعقد بتحقيق النقاط 3 في أول مباراة في البطولة. صحيح، مو بس احنا نتكلم عن نقاط 3، حتى نريد أكبر عدد من الأهداف، كون احنا هذا رح يفيدنا الموضوع. ولكن يغيب اللاعب سعد ناطق المباراة بسبب الإجهاد ليكون جاهزا لمباراتنا أمام اليابان في الجولة الثانية من البطولة، فيما واصل باقي لاعبو المنتخب الاستعدادات الأخيرة للقاء واللقاء المرتقب اليوم، ونأمل أنه يحصد منتخبنا الفوز ومن ثم التأهل إلى الدور الثاني. وقبل المباراة المرتقبة اليوم، احتفل لاعب منتخبنا الوطني أسامة رشيد بعيد ميلاده، حيث احتفل مع زملائه اللاعبين وسط فرحة كبيرة، ونأمل أن يكون لها التأثير الإيجابي على معنويات المنتخب. صحيح، إن شاء الله نقول إحنا يصير يعني مو فرحة فرحتين اليوم. لذلك مشاهدينا خلينا نتابع الفيديو للاحتفال بعيد ميلاد اللاعب أسامة رشيد. رشيد
ويترقب العراقيون فوزا في مباراة اليوم وتحقيق النقاط الثلاث من مواجهة أندونيسيا كما اتفقت أغلب التوقعات بين الجمهور على تحقيق الفوز. مشاهدينا خلونا نروح نشوف ما هي التوقعات لمباراة اليوم باستطلاع الزميلة شكران الفاضل. منتخب العراق إن شاء الله 3-1. يعني توقعات إن شاء الله محسومة كعلى الأوراق العراق. إن شاء الله الفوز يكون حليف للمنتخب العراقي بنتيجة 2-1. والله إن شاء الله العراق يفوز وأتوقع 2-1. إن شاء الله إحنا اليوم كنا ثقة بالمنتخب العراقي، إن شاء الله يحققون انتصار وأتوقع النتيجة يعني 3-1 إن شاء الله العراق. والله إن شاء الله العراق يفوز لأنه العراق عنده سبق يعني فوز في كل اللعبات اللي خاضها إن شاء الله، ويكون إن شاء الله الفوز إنه بإذن الله تعالى، والكرة فيها مفاجآت إن شاء الله. 3 نقاط محسومة للمنتخب الوطني، وإن شاء الله هي يعني بارض العروبة إن شاء الله نحصل 3 نقاط، ومنتخب إندونيسيا شوي منتخب ضئيل جدا، نقدر بوجود المدربين والكادر التدريبي نحصل 3 نقاط وتسهيل من الله. طبعا احنا يمكن شاهدنا الاراء، واكيد نتمنى احنا الموفقيه للمنتخب، خصوصا احنا قاعد نشاهد انه اكو توافد جدا كبير للمشجعين الى قطر، واليوم كانت اكو رحله اساسا لنقل المشجعين الى هناك. يعني يمكن احنا اليوم نتكلم عن شارع الرياضي والتوقعات، ولكن ابدا ما نقدر احنا يمكن نحسم، لأن بالأخير الكل توقع بيتنام ما تكون بهذه القوة في مقابل اليابان، ولكن كانت النتيجة صدمة كانت فوز اليابان، ولكن كان هناك أكو بعض التعثرات مثل ما احنا شاهدناها. لذلك كرة القدم ما فيها شيء ثابت، وخصوصا بعد ما أنه واحد من اللاعبة يوم أمس صرح قال احنا جايين للفوز، الإندونيسي صرح قال احنا جايين للفوز وإحنا درسنا نقاط القوة والضعف للمنتخب، احنا نريد ناخذ النقاط. فبالتالي ها يعني انا اخاف جدا من موضوع تعرفين اكو مرات تكونين مستسلمه او انه انا خلاص راح اخذ النقاط، ولكن هاي الشيء انا يخوفني. التصريحات جدا ما مضمونه وتخوف، ويوم امس تصريح مدرب منتخبنا الوطني كاساس وصف مباراه اليوم بالمباراه الصعبه، وان هم راح يواجهون فريق متطور جدا يختلف تماما عن المواجهه اللي صارت بالبصره بتصفيات اللي صارت الاسيويه اللي كان مقابل 5 اهداف يعني من منتخبنا. احنا نتحدث اليوم عن موضوع ابدا مو سهل، اليوم المواجهه يعني ما نقدر نتوقع بالضبط ايش قد يعني احنا خلينا نكون بعين الاعتبار نضع انه تاريخ المواجهات بين اندونيسيا والعراق تروح الى كفه العراق، ترجح اكثر الى كفه العراق، ممكن. لذلك احنا نتمنى واللي نرجع انه فعليا يكون اكو نقاط، تكون اكو لعب جميل، ونحقق اكثر عدد من الاهداف. التشجيع والمشاعر الايجابيه اللي موجوده اليوم يعني حوالين مثل ما نقول المنتخب بالدوحه جدا حلوه، وهم مستمتعين يعني جدا بها، الجماهير مستمره بالتوافد الى الدوحه يعني لحد صباح هذا اليوم. صحيح. كانت اخر طائره ونقلت الجماهير العراقيه يوم امس، بعدها الجماهير ايضا مستمره بالتوافد، اذا كانت بسوق واقف او ب يعني حتى يحاوطون المنتخب بمكان الاقامه ديما حتى ما كانت التدريبات. لا تنسين يعني هذا احنا الى الان هاي اول مباراه، هي مباراه الانطلاق يوم 19، راح تكون عندنا كذلك مباراة ثانية هي مباراة اليابان، لذلك يمكن أي أحد يقدر أنه يروح حاليا، في تسهيلات جدا كبيرة، اللي يسألون عن كيفية الدخول وما إلى ذلك صارت في تسهيلات عن طريق موقع هي، وكذلك التذاكر اللي تريدونها تكون موجودة أكيد على روابط خاصة، مجرد أنكم تكتبون كأس آسيا أو بطاقات لكأس آسيا تقدرون أنكم تحملون، يعني اكو تسهيلات جدا كبيره. من الفوز يعني هذه مشاعر تختلف مقابل مشاعر التشجيع اللي اليوم راح تكون بارضيه الملعب، يعني احس راح تصير هواي هتافات احنا ابطالك اسيا، وراح يصير يعني استعاده لذكريات 2007. ومو بس 2007، احنا قاعد نتكلم عن هناك الاجواء صارت جدا جميله، خصوصا اللي كانوا حاضرين بكاس العالم، كان حاليا قاعد تنعاد هذه الاجواء. الذكريات. واحنا يمكن تحدثنا اليوم يمكن الكل
دون استثناء اكيد يتمنى فوز المنتخب العراقي، ولكن يوم امس كان اكو بعض منقسمين يعني، واحنا قاعد نتحدث عن منتخبنا الوطني ومشاركات الاسيويه. يوم امس مثل ما ذكرنا كان هناك مباراه مهمه ربما هي الاهم عالميا، وهو كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونه، واللي انتهى بنتيجه ثقيله بفوز الريال بأربعة أهداف مقابل هدف لبرشلونة ليحصد لقب كأس السوبر الإسباني. الله يكون بعونهم. يوم أمس كانت ليلة يعني أبداً مو سهلة. نجم ريال مدريد فينيسيوس كان نجم المباراة، حيث سجل هاتريك في مرمى برشلونة وساهم بصناعة الهدف الرابع. خلونا نتابع مقتطف من لحظة التتويج للنادي الملكي بكأس السوبر بهذا الفيديو. مشاهدينا طبعا بهذه الأخبار الرياضية ومن الشارع الرياضي أكيد نتمنى الفوز لسود الرافدين في مباراته اليوم. نروح لفاصل ونرجع لكم من بعد نكمل باقي فقرات صباحكم. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أساليب قاسية وغير معقولة أصبح يتجه إليها الكثيرون فقط من أجل إنقاص الوزن الزائد، ولا سيما عند انتشار طريقة رجيم معينة، وتتصدر الترند سرعان ما يذهب البعض في تطبيقها دون تفكير في خطورتها المحتملة وعواقبها السلبية ودون استشارة المختصين أو الأطباء. حميت الفواكه من ضمن هذه التفاصيل اللي راح نتحدث عنها، ابقوا ويانا. مشاهدينا تحت شعار نظام غذائي لإنقاص الوزن في أسبوع، هكذا اقتنع بعض الأشخاص في فكرة الاكتفاء بتناول الفواكه لعدة أيام والصيام عن بقية العناصر الغذائية، وذلك للوصول إلى وزن مثالي في وقت سريع. رغم أن الفواكه تتميز بفوائدها المتعددة، لكنها أكيد ما تخلو من المضار لو ازدادت أو زادت عن حدها. راح نتابع تفاصيل هذا الموضوع مع ضيفنا اختصاص التغذية أبو ذر. يسعد صباحك، يا هلا مرحبا. أهلا وسهلا بك. يعني يمكن مسميات كثيرة، كثير من الترندات موجودة، خصوصا احنا قاعد نتكلم، كنت بتقول اسبوع، هذيل الاشخاص اللي يدورون عندهم حفلة مثلا بعد اسبوع، عندهم مناسبة، عندها فستان، عندها شيء تريد تلبسه، فتريد تنزل هذا الوزن. قبل ما احنا ندخل وننخرط في حديثنا عن هذا الموضوع، بس اريد اعرف هل هناك فرق بين مصطلح الدايت والحمية، وما هو الرجيم بين الدايت والرجيم؟ هو تقريبا الدايت هو اسلوب حياة. نعم. الرجيم هي تغيير فسلج للجسم من حالة لحالة أخرى. يعني إذا نقول الدايت هو نحافظ على الوزن، نحافظ على وتيرة بنمط غذائي صحي، بالضبط. بينما الرجيم هو إنقاص الوزن، بالضبط. ومن ندخل إلى حاليا، إحنا خلاص خلصنا من الدايت، إحنا حديثنا عن الرجيم إنقاص الوزن. شاهدنا الكثير، أكل البعض يعتمد على المي فقط والسوائل، أكل البعض يعتمد على مثل ما إحنا ذكرنا الفواكه. خلينا نتكلم اليوم عن الفواكه. هو ما اعرف، انا سمعت انه هذا الترند وتصدر هالفتره انه حميه الفواكه من الممكن، هي صح، يعني قله التغذيه تؤدي الى نزول الوزن، بس المشكله وين هي؟ المشكله بكيفيه نزول الوزن، هل هو بطريقه صحيه او راح يكون له تاثيرات جانبيه سلبيه على الجسم؟ الفواكه معروف عنها تحتوي على سكر الفواكه اللي هو الفركتوز. هاي الماده الجسم ما يعرف صيغتها، بس الكبد من تمر عليه يحولها الى جلوكوز، يلا يدخلها للجسم على اساس انه البنكرياس يفرز الانسولين، وبالتالي تبدي عمليه امتصاصه من الخلايا. لكن هذا اجهاد على الكبد. الفركتوز عمليه تحويله مو سهله، والكميات اللي تدخل للكبد لازم تكون كلش قليله ومعقوله. بس هم حددوها باسبوع، فانت ما تشوف انه يمكن هم دارسين هذا الموضوع، او هو لا يعني مجرد من تجربه؟ هي المشكله وين؟ كل شيء بالاخص هي الفواكه، الكميات الكبيره اذا تناولناها خلال يوم كميات كلش كبيره، الكبد ما راح يلحق.
على هذا الموضوع، لأن هو محدد بكميات بسيطة. الفكرة من التوازن الغذائي اللي نحتاجه احنا، يعني هذا موضوع الفواكه أنا أشوفه للإناث ممكن يفيدهم، لأن ما يحتاجون كميات بروتين كلش عالية، لكن يعني الرجال الذكور والهاي لا، هذا الموضوع كلش يختلف. بس هسه صار الكل يحتاج بروتين، يعني حتى البنات اللي قاعدين بالجيم يعني ماكو صار يتناطحون ويانا صغيرين. باعتبار انه الفواكه هي خالية من البروتين مثل ما ذكرنا انه الجسم جدا يحتاجه، وخالية ايضا من الدهون باستثناء جوز الهند والافوكادو يكون بهم شوية نسبة دهون جيدة، وهي دهون صحية ودهون صحية. بالتالي احنا نتحدث عن مصادر الجسم يحتاجها. الجسم ايضا يحتاج السكريات، يحتاج الدهون، يحتاج البروتين، يحتاج الفيتامين وغيرها من هذه التفاصيل. شلون يعني شنو العلامات اللي راح تكون هي جدا واضحة في حال هذا الشخص هو استمر لفترة طويلة بحمية الفواكه؟ أكو إشارات، أكو أكيد. أضوية حمراء مثل ما نقول، شنو أهمها اللي تكون؟ أولا عملية هدم الخلايا العضلية اللي راح تصير من وراء هذا الموضوع. شلون يحس بهذا الشيء؟ النحول بالجسم عام راح يصير. هو خسارة الوزن هي مو بس بالسوائل والشحوم اللي موجودة، طرح السوائل والشحوم، لا، بخسارة النسيج العضلي اللي موجود، هم عملية هدم نتيجة نقص البروتين العالي اللي دا يصير. شوف الجسم يقدر يحول البروتين إلى كربوهيدرات ويعطيها طاقة للجسم إذا احتاجها، لكن ما يقدر يحول الكربوهيدرات إلى بروتين. البروتين مصادر خارجية احنا نستغلها لعملية بناء الخلايا. ولا ننسى أيضا في حال أنه الشخص استمر راح تصير عنده دهون ثلاثية في الدم، وهذه المشكلة الأكبر يا ريت نتحدث عنها. الدهون الثلاثية هي تصير أكثر شيء نتيجة الرفاهية اللي موجودة أكثر من اللازم، وكميات اللحوم العالية اللي ناكلها، وأيضا الاستمرار بالحمية، والاستمرار بالحمية القاسية هاي، الكبد ما يلحق يبدي يشتغل، فحتى يكون مرات هاي حمية الفواكه مرات نتيجة انه احنا دا نستمر بها لفترات طويلة يكون طبقة من الشحوم على الكبد نفسه، يعني وكأنه دا نتعامل ويا كحول ومؤثر على الجسم، هي مو مجرد فواكه. يعني صراحة قاعد تقول انت هذا التأثير جدا كبير، واليوم شو يعني صعب واحد يبقى اكثر من اسبوع صراحة ملتزم بهيج غذاء، لانه بالاخير مثل ما انت ذكرت راح يبدا يكون وحول، ما يقدر يعطي ما يكون هناك الاداء المطلوب منه بحياته اليومية بكل مفاصلها. نتكلم يمكن بشكل عام، الانسان من يجي يحدد نظام على مود ينزل وزنه يكون مبني على سعرات الحرارية اللي تكون للجسم او اللي يحتاجها، ويتم تقليلها أو زيادتها بناء على الهدف المراد الوصول إليه. اليوم شنو هو نظام الحمية الغذائية؟ شنو هي مثلا نقدر نقول اليوم يعني شنو يعتمد على سعرات حرارية؟ شنو الكمية اللي يحتاجها؟ خصوصا إحنا قاعد نتكلم إنه احتمال يكون له تأثير على مرضى السكري. أكيد الأنظمة الغذائية اللي نوصي بها دائما نريدها متوازنة، يعني بها خلال اليوم أكو كمية تحمل بروتين. جميع العناصر بالضبط، بها كميات بروتين لا تقل عن 300-400 غرام، كمية كربوهيدرات لا تقل عن 300-200 يعني بهالحوالي هذا، فيتامينز نأخذها من الفواكه نحتاجه باليوم، ثمرتين أو ثلاث ثمرات كلش كافي على جسم الإنسان، بس ضمن النظام الغذائي مو ضمن النظام بالضبط. ويفضل إذا إحنا بحمية وريد ننزل وزن فنتوجه للفواكه الحمضية اللي هي البرتقال، نقدر يعني مثلا فتمرة ثمرتين، الفراولة، الكيوي أيضا، الكيوي بس أكو هواي خطية عندهم حساسية من الكيوي. صحيح، هذا كيوي، هذا موضوع مانجو. صحيح بالضبط بالضبط. فهاي الفواكه ثمرتين ثلاث ثمرات باليوم كلش كافي، وهذا غذاء صحي. يعني رغم التطور يعني بمختلف قطاعات الحياة إذا كان الصحي أيضا من ضمنها، يعني أكو أشياء ما تتغير. يعني إحنا سابقا أهلنا يعني تحديدا بعد وجبة العشاء اكو طبق فواكه، هذه مرة واحدة هو شيء جيد هذا وخلص، هذا شيء جيد جدا. راح اشرح لك بالتفصيل الجسم شلون يتعامل ويا السكريات اذا كنا كميات من الالياف عالية. معدل السكري احنا باجسامنا البنكرياس، من تجي سكريات براسها راسا تدخل للاثنى عشري يطي عزل البنكرياس يفرز اعلى كمية من الانسولين حتى تبدي تمتص الخلايا. إذا إحنا أكلنا فقط السكريات فراح يفرز بكميات كلش عالية، لكن
إذا أكلنا أكل ببروتينات وبألياف عالية وأخذنا وياه السكريات راح يدخل بكميات قليلة ما يخلي البنكرياس يفرز كميات كلش عالية من الإنسولين. وبالتالي يعني هذا شيء كلش صحي كلش صحي. أبو داري يمكن خلينا نتكلم على موضوع أنت حاليا يمكن ذكرته أنه راح يكون هناك نسبة سكريات في الجسم جدا عالية. خلينا نقول نفرض أنه أكو أشخاص تابعوا هذا النظام وكان لمدة أسبوع، لما يتركونه راح تكون اكو تبعاتهم على هذا الموضوع كون انه جسمهم يحتاج الى السكر وقاعد ياخذونه كانوا متعودين على نسب جدا عاليه صح. فنتكلم على يمكن التبعات اللي تكون موجوده بعد اذا هم خضوا هذا النظام. المشكله وين؟ انه بهاي الحميه انت عرضت الجسم لصدمه. هي بالوجه انت صدمته بهذا التصرف. الجسم ايش راح يتعامل؟ يبدي ياخذ اجراءات دفاعيه، يبدي يطرح بالسوائل. على مود يبدي ينزل وزن، لان اكو خربطه كلش عاليه تصير بالجسم يعني عن طريق السكريات اللي تدخل هاي. من بعدها راح ترجع تصدمه مره ثانيه انت خلال انه راح تفتح انت الوجبات. الفكره من الجسم انه انت تعال شويه شويه. يعني اذا اردت تلتزم بنظام غذائي لا تجي وتلتزم التزام صار مباشره. احنا خلاص قمنا نشدد انه موضوع الحرمان هذا صار يعني بالضبط مو الكل يعني خلاص صار في اكو وعي ودرايه شنو المهم. صار كل شخص يمكن اليوم كل واحد يعرف شنو يحتاج جسمه. والله اتفاجئ بكميه المعلومات اللي دا اشوفها عند الناس. يعني سابقا قبل 10 سنوات قبل 5 سنوات مو أو قبل 5 سنوات من كنا نسولف أو نفتح موضوع بيننا إحنا أصدقاء ونحكي، من النوادر أحصل معلومات صحيحة وجيدة تدعم الحكي اللي دا نحكي. هسه يعني بأعمار بسيطة 16-17 سنة يناقشني بالتغذية وفاهم شنو اللي دا يصير بالجسم من الألف للياء، وهذا مؤشر كلش جيد. يعني مؤشر جيد أيضا وصحي بنفس الوقت. بس بالمقابل عندنا هواية ناس هي للأسف تتعامل يعني بطريقة مضرة بالصحة صح. للأمانة يعني أنا أكو ناس أشوفهم بالسوشيال ميديا يدعون الحرية ويأكلون بطريقة يعني ممكن بحسب شغلهم أو شهيتهم ويحبون يوثقوها صراحة بطريقة جدا تأذي صحة الإنسان. كارثة. أنت بس تخيل التأثير اللي دي يصير على الناس اللي دي تشوف. بالضبط. شلون إحنا نقدر نسيطر على صحة أجسامنا وصحة البدن بشكل عام وإحنا دي نشوف هذه المصادر الصحية وحتى الغير صحية؟ والله تعرفين أكو في شغلة. شلون واحد يقدر يركز؟ يعني أنا دخلت مجال صناعة المحتوى بالتغذية بس على مود نزيد الوعي والثقافة عند المجتمع اتجاه الأكل. لكن احنا بالسنين اللي فاتت كلها مصدر رفاهيتنا احنا العراقيين الأكل صحيح. يعني أنا أريد أطلع العائلة أوديهم يأكلون، أروح أقعد ويا أصدقائي حتى أروح ناكل. ما أعرف ما عندنا مصدر رفاهية ثاني غير الأكل. احنا هنا نبقى. فلذلك الكلتشر مالتنا مجتمعنا وثقافتنا انبنت عليها الاساس. وحتى اثناء دا اي شيء ثاني مثلا حتى بالسينما او شيء انت رايح ترفيه هم راح تاكل وانت قاعد. اي مكان. انا بدي خلينا نتكلم على نقطه مهمه انت ذكرتها انه بالخمس سنوات الاخيره او ما الى ذلك. بس احنا كنا متفقين على انه الجيل تغير، صارت الحياه تتطلب نمط حياه سريع، الاكل سريع، الامور كلها قاعده تصير تتوجه الى السريع. حتى انقاص الوزن صاروا يتجهون الى انمطه تكون اسرع ونتائج اسرع. نشوف احنا اليوم يعني صار يمكن احنا صح موضوع حلقتنا عن نظام غذائي باسبوع، ولكن رغم هذا قاعد نشوف انه يتجهون الى بعض الابر، الى بعض الاجهزه لتكسير الشحوم، كثير من الانظمه اليوم موجوده. فهل هذه الاشياء تدعم وتساعد انه احنا يمكن نستخدمها مع نظام غذائي صحي، او تقول لا مثلا انا مجرد نظام غذائي رياضه هو هذا كفيله انه هي تكون كافيه؟ يعني موضوع اجهزه تكسير الشحوم هاي امور طبيه كلش يعني انا ما اريد اتحدث عنها لان مو ضمن اختصاصي صراحه. راح نتكلم عن اليوم صراحه الاوبر صارت تاخذ حتى كاشخاص عاديين. موضوع الاوبر يعني. اكو انواع سمعت بها اللي هي مثلا سكسندا ونوع ثاني هذني ممكن واحد يقدر ياخذهن ويسرع عملية الأيض بالجسم وتنزل، لكن لازم وياها التزام بالنظام الغذائي ولازم ما تنأخذ إلا باستشارة أخصائي.
صحيح. يشوف تحليلات جسمك واذا كنت انت مناسب لهالابره انه تاخذها او لا. وحتى هو النظام الغذائي يحتاج الى تحليلات، فما بالك باخذ ابره. بالحديث عن النظام الغذائي نرجع لموضوعنا بالفواكه. اليوم في كثير من الاشخاص تكون عندهم بعض الامراض مثلا السكري، الضغط، حتى خمول الغده، فبالتالي هذيلا هل يمشي معاهم انهم يستخدمون مثل هذا نمط النظام الغذائي؟ ابو السكري مستحيل وما نقدر نعطيه نظام غذائي بسكريات كلش عالية. صحيح. أبو السكري إحنا نوجه النظام الكيتو دايت اللي هو عكس هذا الحكي اللي دنحكيه كله، أنه الجسم يمتنع نهائيا عن أي مصدر سكريات حتى وإن كان بنسب متفاوتة نهائيا. الكبد ما يفعل مود الكيتون إذا أكو قطرة سكريات بالجسم. زين شلون الجسم يتعود على عدم وجود السكريات؟ الكبد هو اللي هي هو يبدي يصنع الكيتونات اللي الجسم يعوضها بديل للسكريات ويبدي يشعلها. هاي بالنسبة للأمراض مرض السكري والضغط أو غيره. أمراض الضغط لا يعني ما عندهم ذيك المشكلة، لأن هي تحتوي على كميات فايبرز كلش عالية. يرتفع ضغطهم مجرد أنهم يتناولون كميات من السكريات. يعني أنا صراحة شايفة أكثر من شخص من ضمن العائلة أنا أتكلم لك، بمجرد يتناولون كميات من الحلويات شوية تكون أعلى من اللي هم يأخذوها حصتهم دايركت يرتفع عندهم الضغط، وهذا الشيء أنا صراحة شفته. الفكرة من كميات الصوديوم اللي موجودة يعني إذا كانت كلش عالية تأثر على الضغط، لكن كسكريات يعني ما راح تشوفين ذاك التأثير القوي الملموس عليه. إحنا بدنا نتحدث عن معايير صحية المفروض الالتزام يكون بها يعني بشكل مبكر وتكون مثل الروتين. هو هذا اللي هاي النقطة احنا بدنا نتحدث اليوم عن اصحاب مرضى السكري مثلا او نتحدث عن متوسطي الاعمار، احنا نتحدث ممكن من المراهقة احنا نبلش المفروض او نبلش نوعي اللي حوالينا انه الفاست فود يومية مرفوض. صح تماما. صح. على سبيل المثال البيبسي بشكل يومي علبة كاملة مرفوضة تماماً. طبعا. هذه السلوكيات هي ماشية ويانا بطريقة ما نقدر نتخلص منها، وبيها مواد أصلاً تساعد على الإدمان. صح. يعني أكو نوعيات من المواد يعني أنا أتذكر موقف في المطعم، قاعد مرة وابنها بحضنها عمرها 5 سنين وقاعدة توكله ثريد أو يعني فاست فود يعني أي، وهاي الأكلات الجنك اللي مليانة دهن ومليانة صوديوم ومليانة سكريات، هاي كارثة على الجسم. وتم استحداثها وشغلها لين طيبه والرغبه صارت لها اكثر. فتشوفون اكثر المطاعم بدها تلبي احتياجات الشخص اللي يجي، يعني قابل تظل تسولف لانه هذا شيء صحي ومو صحي. المشكله الاثار الجانبيه ما تطلع بسهوله او ما تطلع بليله ويوم، هي هاي اكيد تراكميه. هي تراكميه ممكن بعد 5 سنين. صح. او بعد 10 سنين ما اعرف ايش قد حسب مناعه الجسم. بالضبط. هي المشكلة وين؟ بمدى تراكم الدهون بالجسم وبالأوردة والشرايين وعلى الكبد. هنا الدهون الثلاثية اللي سولفنا عليها والدهون اللي ممكن تتكون على الكبد، هاي راح تعطل الأجهزة الحيوية اللي موجودة، تعطل الدم والبلاد فلو، سريان الدم بالجسم. هذا موضوع كلش مهم، يعني نسبة الأكسجين للجسم راح تكون كلش قليلة من وراء هذا الموضوع. طبعا أكيد أبدر نشكر تواجدك معنا وعلى المعلومات اللي قدمتها. شكرا لك مشاهدينا. يعني يمكن قاعد نتكلم عن الغذاء الصحي والاهتمام بالغذاء، وهذا الشيء أكيد يكون مواكبة مع الرياضة. لذلك جدا مهم ان احنا اليوم واحنا في بداية السنة، عادة الاشخاص مع بداية السنة يكون من ضمن النقاط اللي يريدون يحققوها يكون الاتزان بالاكل والرياضة وتكون نمط حياة صحي. لذلك احنا حضرنا لكم فقرة رياضة مع كابتن عبد الله، نتابعها ونرجع لكم. صباح الخير مشاهدينا. راح نبلش بالادوات البسيطة اللي تعتمد على تمارين وزن الجسم بشكل كبير. راح تمارين جديدة، نلتقي لكم بفقرات رياضية جديدة، نرجع لكم. شكرا جزيلا كابتن عبد الله على هذه التمارين، اكيد نتمنى لكم كل الصحة والعافية. مشاهدينا باقين ومكملين وياكم، راح نروح الى فاصل قصير ونرجع لكم. اهلا
اهلا وسهلا بكم مشاهدينا، وصلنا الى تواصل مع اخر واهم الاخبار اللي تصدرت السوشيال ميديا. مشاهدينا، أولى الأخبار بأول تعليق على مزاح العفوي اللي أثار ضجة كبيرة بين المدونين في وسائل التواصل الاجتماعي. أعربت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن أسفها لسوء فهم عبارة حاسة أني جاية من العراق، اللي ردت بها على ترحيب الجمهور بعودتها لتقديم الحفلات الغنائية في مدينة دبي أثناء حفل استقبال السنة الجديدة. وقالت شيرين في توضيح رسمي لها أن عبارتها كانت عفوية، لم تقصد بها الإساءة للشعب العراقي، وأن الجمهور العراقي يحظى بمكانة خاصة في قلبها، مؤكدة أن كل ما روج من تأويلات وتفسيرات لجملتها كانت ذات فهم مغلوط، وأوضحت أن قصدها كان ترديد عبارة دارجة عند الشعب المصري عند توجيهها إلى من يعودون إلى مصر بعد طول غياب، محملين بالخير كله من أرض العراق عند سنين العمل. طبعا من هذا الخبر ننتقل إلى خبر آخر. في درجات الحرارة المنخفضة والجو البارد، علينا أنه إحنا ما ننسى رجال حرس الحدود اللي هم يواظبون في أداء مهامهم وواجباتهم رغم صعوبة الظروف الجوية والبرد القارس وانتشار الثلوج في مناطق متفرقة من أماكن تواجدهم. وفي مقطع فيديو نشره على حسابه في إنستغرام أثناء اللواء سعد معا بمهنيتهم العالية وإخلاصهم في حفظ أمان البلد وصونه، خاصة ضمن حدود المنطقة الأولى والماسكة على الشريط الحدودي العراقي التركي والإيراني. نتابع الفيديو. مشاهدينا، وليس ببعيد عن ذلك، حيث انخفضت درجات الحرارة في معظم المحافظات العراقية، لكن كان للمناطق الشمالية الحظ الأوفر من الأجواء الشتوية المميزة، حيث غطت الثلوج منطقة بارزان في شمال أربيل، ورسمت الثلوج طبقة بيضاء كثيفة غطت الأشجار والشجيرات وحتى الطرق. ومنطقة بارزان هي منطقة سياحية وقرية تبعد حوالي ساعتين عن أربيل، يتجه إليها السياح بكثرة بسبب تميزها بالمناظر الطبيعية والخلابة واعتبارها قبلة سياحية شتوية بامتياز. مشاهدينا، أظهر مقطع فيديو طريف لحظة تعثر رجل تنكر بزي الرجل الأخضر هولك خلال حفلة عيد ميلاد طفل، حيث أظهر الفيديو رد فعل الحضور على تلك الحادثة للتفاعل مع الأطفال بين حالة من السعادة والخوف والضحك. صحيح عديم، وتعلق كثير من الأطفال حول العالم بالأبطال الخارقين الخياليين في الأفلام الكرتونية، لأنهم يشكلون لهم قدوة في تحقيق الخير والقضاء على الشر، فينشأ الطفل على هذه المبادئ. نتابع الفيديو. احتضن مجال الجرافيك ديزاين مشاهدينا الكثير من الشباب الطموحين الذين وجدوا في هذا الفن مساحة حرة للتعبير عن أفكارهم. ومع التطور الرقمي والتجاري برز التنافس في تصميمات الهوية البصرية للشركات، لأن العلامة التجارية أصبحت ذات ارتباط ذهني بذاكرة العميل، وهذا هو أبرز أساسيات النجاح لأي مؤسسة. فكر ثم ابدع، هذه قاعدة مجتمع المصممين، مجموعة العقول اللي تبتكر علامات تجارية مميزة بالأشكال والألوان الرقمية، وذلك لبناء هوية بصرية للمؤسسات التجارية. هذا هو سر تميز شركات دون غيرها، فالعميل دائما يبحث عن هوية بصرية تشده وتثير فضوله. إذن حتى نتقرب أكثر من هذا العالم، خلينا نسولف مع ضيفنا الجرافيك ديزاين طه أحمد. سعد صباحك يا هلا، مرحبا. أهلا وسهلا بك طه. أهلا وسهلا. يعني اليوم احنا نتكلم عن ثقافة الجرافيك ديزاين، واليوم وجودها بقوة، وقاعد نشوف حتى استقطاب كثير من الشباب وقاعد يتجهون لهذا المجال كونه انه هو مجال
مرغوب، خصوصا بعد ما شاهد يمكن بالفترة الأخيرة صار أكو بزنس يكون صغير بزنس كبير، ودائما صاروا أكو يعني صراحة صار الموضوع جدا مهم أنه الكل يتجه أنه تكون البراند بواجهة جدا حلوة، ولكن بنفس الوقت قاعد نشوف أكو مثلا المشاريع اللي مبتدئة أو حاليا اللي تقدر ما تقدر أنها تروح تسوي مثلا تصميم، فبالتالي تلجأ إلى بعض مواقع الذكاء الصناعي اللي هي أوردي مجرد أنت تدخل اللوجو تدخل الأشياء اللي أنت تريدها مثلا إذا كان البزنس فاشن أو غيره ويصمم لك لوجو. إذن اليوم مهم جدا الجرافيك ديزاين ومهم جدا هذا التطور اللي موجود، لذلك خلينا نشوف اليوم واقع حال الجرافيك ديزاين في حالنا اليوم. تمام، هو بصورة عامة الجرافيك ديزاين شيء كل حيز كلش مهم بالمجال والكوميونتي اللي موجودين احنا به او المجتمع اللي موجودين به، بحكم انه الجرافيك ديزاين هو يعكس صوره بصريه لقيم ورساله شركه او مؤسسه مهما كانت صغيره او كبيره، لان بالنهايه الطريقه اللي ينعرض بها هذا المنتج او هذا التغليف الباكجينج الخاص بكل منتج حيشوف الزبون النهائي وحيحكم عليه وحيساهم بعملية الشراء أو عدم الشراء. فبالنهاية الجرافيك ديزاين ماخذ حيز كويس كبير لأنه يعني هو إلى أهمية كبيرة. سابقا الاهتمام بالهوية البصرية أو يعني شكل البراند بشكل عام ما كان مثل هذا الاهتمام حاليا، ومع هذا الزبائن موجودين وما عندهم اهتمام أو تركيز، لكن اليوم الاهتمام بالهوية البصرية يعني صار من خلالها العميل يركز ويتابع ويشوف إيش دا يسوون شنو اللي دا يصير هذا حلو هذا مو حلو. إذن أكو طرفين بنجاح هذه العملية. بالضبط، هو قبلها هو ليش أكو اهتمام هسه بالفترة الجديدة على الباندينج أو الهوية البصرية بشكل خاص، لأن الإبداع اللي موجود باللوجو، الإبداع موجود بالفكرة بالتنفيذ كذلك. خلينا نتكلم اليوم عن يمكن قبل كان اللوجو جدا بسيط يعني نقول متواضع جدا، حتى الجرافيك بنتكلم عن اللغة العربية الخط العربي كان مو داخل كثير، هسه قاعد نشوفه لا متواجد بقوة. نتكلم عن يمكن اليوم هل أنتم كجرافيك ديزاين أو هذا العالم مع التطور اللي صار ويمكن التكنولوجيا اللي موجودة والبرامج اللي موجودة، هل هذا صار بمصلحتكم يصب في مصلحة الجرافيك وكذلك حتى الزبون؟ أكيد، هو يعني قبل كان العمل يكون بطريقة تقليدية نوعا ما، لهذا الأدوات جدا محدودة، فبالنهاية المخرجات تكون محدودة بطرق معينة، خاصة هسه مع التطور التكنولوجي والدخول أدوات جديدة كل ساعدتنا أنه نطلع أعمال بشكل خلينا نسميه احترافي أكثر. طه أنت عامل أعمال احترافية موجودة مثلاً جرافيك لشركات معينة؟ مشتغل كل شوية بهذا القطاع بمجال الهويات البصرية. طيب طه أنا بدي استثمر وجودك اليوم معنا، مشاهدينا قاعد يتابعونا، يمكن أكو بعضهم مصممين حالياً هم على طور أنهم يريدون ينفذون مشروع وما إلى ذلك، وحتى المستثمر اليوم يريد يعرف شنو هي الخطوات اللي هو يمكن يحتاجها على مود يبدأ، على مود يكون نقدر نقول أكو هرم يكون متواجد أو خطة أو خريطة تكون موجودة على مود يقدر الكل يكون فاهم سيستم وآلية عمل اللوجو، يعني إحنا شنو نحتاج إلى أنه إحنا نحصل على شعار وهوية تكون ترضي الجميع الطرفين. تمام، هو أنت ذكرتي هاي نقطة العملية أو أنا أحس الخطوات حتى ننجز فشي هي أهم نوبات من الفشي نفسه. فإذا نجي على خطوات تصميم الهوية البصرية فهي تبدي أول شيء أنه إحنا دا نعرف إحنا منو الجهة، إحنا كشركة شنو نقدم، شنو الرسالة اللي أريد نوصلها من خلال المنتج أو الفتشي دا نقدمه، شنو هو القيم والأهداف مالتنا، هاي كشي مبدئي على مود إحنا نأسس ونعرف التوجه البصري اللي داروح بي. وراها نبلش بعملية تحويل هاي الحكي خلينا نسميه الى فيجوالز. فاليوم نعرف احنا الهويه مالتنا هل هي رايحه باتجاه شبابي، هل هي رايحه باتجاه رسمي، هل هي باتجاه اضافه الى نوع البزنس، يعني اليوم احنا المطاعم مثلا او غيرها ما يكون نفس فكر او اذا مشروع مثلا تجاري، مشروع مثلا مؤسسه معينه تكون حكوميه مثلا وما الى ذلك، اذا حتى التوجه يكون مختلف بناء على نوع البزنس والجمهور المستهدف. هم اني المهم هذه اهم نقطه اليوم. بالضبط، كلش
المهم نعرف انه احنا المن دا نخاطب. فاليوم اذا دا نخاطب اطفال فلازم اللوجو يكون له علاقه بالالوان اللي يحبوها الاطفال، يكون مرسوم بطريقه بسيطه. اذا دا نخاطب بنوك فلازم يكون اللوجو رسمي اكثر بحديه اكثر. اذا دا نخاطب غير مؤسسات كل شيء إلى مع الهوية البصرية اليوم أيضا صارت وياها عوامل تنجح هذه الهوية، يعني أولها التسويق وطريقة الطرح. هذه العناصر إذا ما نجحت ممكن الهوية البصرية لو إش قد ما كانت مهمة وإش قد ما كانت حلوة وإش قد ما كانت ذكية جدا يمكن هي ما تنجح، وراح يصير أكو استغراب إنه ليش ما نجحنا إحنا. هو مو بسبب الهوية البصرية، هو بسبب العوامل اللي ما نجحت نجاح الهوية البصرية. فخلينا نتحدث عن العوامل الأخرى المساعدة للهوية البصرية. ممتاز. هو بشكل عام الهوية البصرية هي استثمار طويل الأمد، يساعد فريق الماركتينج كلش هواية على التسويق لهاي الهوية البصرية، فيعني أهميتها كلش مهم إذا يكون ويا جانب تسويقي. فواحدة من العوامل الرئيسية هي إحنا شلون نسوق لهاي العلامة. النقطة الثانية الوعد اللي نعطيه للزبون. إحنا اليوم إذا نقول إحنا أحسن جودة موجودة بس الجودة هي مو الحقيقية مو مناسبة مثل ما حكينا بالرسالة، شو هي المعايير اللي تكون على ضمنها تتحدد نوع الجودة؟ هي تعتمد على كل خدمة أو كل منتج شكل. يعني أكو منتجات معينة ملموسة، ممكن يكون طعم، ممكن أقول أنا عندي أطيب أكل بس الأكل ما طيب. من ناحية الجرافيك يعني نتكلم من ناحية الجرافيك، هو الجودة هي جودة إيصال الرسالة. يعني اليوم أنا التصميم اللي أسوي إذا أدى غرض ووصل الرسالة ووصل للجمهور اللي أريده فصار ناجح، بس إذا مو وصل للجمهور اللي أريده وما أطى هاي الرسالة فهنا صار ضعف. طيب كثير من المشاريع اليوم هي موجودة أساساً وأكل براند موجود، يمكن ما كان بالقوة اللي مطلوبة وانطرح بالأسواق، أو يمكن أكل بعض حقق ولكن إلى الآن الهوية البصرية ما تجذب وما تشد الكثير. اليوم أهمية الريبراندينج، يعني اليوم إذا أنا شفت أنه أكو إمكانية أنه أعيد البراند مالتي بخطوات معينة بألوان معينة، شلون ممكن أنه أنا أدخل بهذا الشيء رغم أنه أنا عندي براند أساسي؟ تمام، ممتاز. هو بشكل عام أي مؤسسة أو شركة أو بزنس صغير دي يريد يسوي ريبراندينج معناتها هو مطور البزنس للمرحلة الجاية. أنا يعني خلال الفترة السابقة اشتغلت على أكثر من 3 مشاريع ريبراندينج كانت الغرض من عندها المؤسسات أو المشاريع هم مبلشين بس دي يريدون ينتقلون للمستوى التالي أنه يسوون تطور بشغلهم. فالهوية البصرية الجديدة ساعدتهم أنهم يطورون من الفيجوالز مالتهم، يطورون من التصاميم مالتهم حتى يرتقون ويا المستوى اللي هم دا يريدون يوصلوا له أو الأهداف الجديدة اللي يريدون يوصلوا. أكو عمر معين ممكن أنه هو يكون محدد حتى إحنا نقدر نسوي يعني تطوير للهوية البصرية بشكل عام لأي مؤسسة بغض النظر شنو هي، كانت حكومية أو قطاع خاص أو كان براند أو مطعم، بغض النظر، وهل هو ضروري أساساً أنه إحنا نسوي تطوير للبراند لو مو شرط؟ هو بشكل عام تطوير البراند مثل ما ذكرت يعتمد على أنه إحنا إذا عدنا توجه جديد دا عيد نروح له، بس إذا إحنا بعدنا دا نسوي نفس الشغل بنفس المعطيات بنفس الأهدااف فما نحتاج نسوي براندينج. بس باليوم اللي المؤسسة هو تكبر هو يعتمد على التطور بشكل عام. يمكن احنا قاعد نتحدث عن المشاريع وما الى ذلك، وذكرت لك بالبدايه يمكن اكو ناس مبتدئين قاعد يشاهدون، ولكن خلينا نتكلم على الكوست اللي قاعد يكون موجود اليوم بالسوق. يعني اكو كثير من الاشخاص يردون يبتدون مشروعهم صح، يردون البراند يكون صح، انت تعرف الباكجينج او غيره كذلك يحتاج الى جرافيك ديزاين يكون ملم، القياسات وما الى ذلك، يمكن هو ما بعلم كبير عنها اللي راح يبدا المشروع. اكو اشياء مثلا يقول انا اريد كيس احجامه، اختلافاته، طباعته تختلف، كيف انه هو ياخذه، شلون يحمله، كل هاي الامور هي جدا مهمه، نقدر نقول هي الخطوه او الحجر الاساس ببدايه المشروع. ولكن هذا الحجر يكون مرات فيه عثرات اللي هي الكوست. احنا قاعد نشوف انه اكو البعض قاعد يستغل مع الاسف انه هو مبتدئ ويكون الكوست جدا عالي مقارنه. انا اتكلم عالي وهو يمكن يشوفه انه منطقي ببقيه المشاريع، ولكن كشخص مبتدئ انه يقتسم مبلغ ويخليه للديزاين
فهو عالي. خلينا نتكلم اكثر عن الكوست، اذا كان هناك كوست مثلا للمبتدئين، للاشخاص اللي يريدون يبتدون، او شنو هو الكوست الحالي الموجود بالعراق بشكل عام؟ تمام، ممتاز. هو بشكل عام السوق كبير، اكو فئه مصممين مبتدئين، متوسطين، واكو بروفيشنال. كل واحد بيهم دا يشتغل، بس كل واحد بيهم دا يشتغل على فئه معينه. اليوم المصمم المبتدئ دا يشتغل على المشاريع الصغيره اللي هي ما بيها بجت عالي، فبالنهايه هو دا يقبل على التكاليف البسيطه لان هو تو مبلش والمشروع هم بعده جديد. هسه بغض النظر عن النتيجه شلون حتطلع، بس على الاقل الجوده تكون مختلفه. اكيد هي الجوده لها يعني لها اختلاف، بس خلينا نقول الفكره موجوده او الحجر الاساس موجود. الفئه المتوسطه كذلك دا يشتغلون لناس معينه. طه بس هم صار حتى بالديزاين، يعني انت هسه بتروح تريد تفتح مثلا تقول اريد اسوي مشروع، يقول لك اذا تريد بس اللوجو بالسعر الفلاني، اذا تريد باكج معين بالسعر الفلاني، صرنا نحتار يعني صراحه. تمام، هو الغرض من تقسيم هذا الموضوع بس حتى الزبون الجاينه يعرف احنا ايش بدنا نسوي، لان مرات هوايه هو يعتقد انه الباكجينج ديزاين هو هدية باكج كامل، صح؟ يجي ويا لا، هو شيء مستقل. نعم. البراندنج شيء مستقل. طه، قبل ما نختم حديثنا، انا يعني اريد اختم الحديث بنقطه جدا مهمه. كل اللي تحدثنا به هو ما راح يتحقق في حال المصممين بشكل عام ما سعوا ان هم يطورون نفسهم، وما ممكن دفعوا نفسهم للامام، وحاولوا ان هم دائما يتواصلون مع الذكاء الاصطناعي ويواكبون التطور اللي موجود، يدخلون ورش دورات داخل وخارج العراق ويستمرون بالتعلم يمكن بشكل يومي. ايش قد مهم تحديدا المصمم يكون على تعلم مستمر وتطوير مستمر. هاي نقطة كلش مهمة، المصمم لازم يشوف أكثر من أي أحد يعني الموجودين بالعراق وبشكل عام بأي مكان بالكوكب، لازم دائما يكون مطلع على أحدث التصاميم، هاي وحدة. اثنين، يسافر إذا طلب الأمر، اكو ورشة أو إيفنت مهم. أنا شخصيا كلش هواي أحب أسافر. التغذية البصرية مهمة. التغذية البصرية هي أنه نشوف، كلش مهمة. النقطة الثالثة أنه دائما الكورسات، اذا انت شخص ما تقدر تطلع فهي متاحه اونلاين، خاصه يعني هاي مؤخرا اخر 3 سنوات بدت الكورسات تنتشر اونلاين واغلبها مجانيه اذا مو بمبلغ بسيط. نعم. فضروري انه احنا دائما نكون يعني نتعلم اشياء جديده، لان يعني هذا المجال يعني خلينا نسميه بحر ما ينتهي. وعاده يمكن الجرافيك ديزاين اللي يميزه انه لازم يكون الشخص الثينك اوت اوف ذا بوكس، يعني هو هذا اللي يميزه بالاخير. احنا يمكن شاهدنا كثير من الاعلانات، ولكن مو اي اعلان هو اللي يجذبنا، مو اي هويه تجذبنا، فبالتالي اهميه انه الواحد يكون اوت اوف ذا بوكس في هذا المجال. تمام، هو عندنا مبدا، اول فكره تجي لا تسويها، لان اكو فد 50 واحد نفكر بيها، دائما نحاول احنا ممكن اكو اندفاع بالبدايه. بالضبط، اندفاع انه اول فكره، بس بعدين الموضوع هو يجي بكثره الاوبشنات والاحتمالات حتى نوصل لشيء جديد. هو شيء جديد موجود بس يجوز احنا ما شايفين، يجوز بصفنا او يجوز لهناك واصل، بس بالمحاوله حنوصل له ونلقاه ان شاء الله. يعني طه، احنا جدا سعيدين بوجودك. انا الاسعد. وهذا الشغف الحلو بهذا العالم، نتمنى لك كل التوفيق. نعم، شكرا لوجودك اليوم ويانا بصباحكم. شكرا طه. شكرا لك. شكرا لكم. مشاهدينا، العمل بمجال التصميم والجرافيك تتعامل بشكل مباشر مع الذكاء الاصطناعي سواء على الحاسوب أو الموبايل، لذلك الكثير من الأشخاص يكون أكثر أوقاتهم باستخدام للهواتف وهو للعمل، لكن بعضهم يمكن يأخذ الهاتف منهم الوقت في التصفح دون جدوى. فعلا ديما، لذلك من الضروري أن تعرف اهتمام الشباب اليوم من خلال استخدام الهواتف، هل للعمل أم مجرد التصفح والتسلية. خلونا نروح نتابع بعض الإجابات بهذا الاستطلاع. يعني استطلاع الرأي هذا يحيى خذنا لمنطقة أنه استخدام الهاتف هو ببعض الناس أنه يكون للتسلية، والبعض الآخر ممكن للدراسة أو القراءة أحيانا. مشاهدينا، وصلنا وياكم إلى ختام صباحكم لهذا اليوم، أتمنى لكم يوم سعيد ومشاهدة ممتعة لمباراتنا اليوم، لا تنسون، وأكيد نتمنى كل التوفيق والفوز لأسود الرافدين. صحيح، آية الساعة 5:30 رح احنا مترقبين لهذه المباراة، وأكيد بإذن الله يكون الفوز لأسود الرافدين. مشاهدينا، احنا انتهت حلقتنا من صباحكم، نترككم مع بقية برامج اليو تي في. من صباحكم نقول لكم في أمان الله.